تأتي هذه البطولة اختتاما للنشاطات الصيفية التي يقيمها الاتحاد في كافة الجامعات السورية. أقيمت البطولة في جامعة البعث في حمص بمشاركة عدد من الفرق، ومثل جامعة البعث فريقين، الأول من فرع الجامعة في حمص والثاني من فرع الجامعة في حماة. ومثل جامعة دمشق ثلاثة فرق، الأول من فرع الجامعة في دمشق والثاني من السويداء والثالث من درعا. نحن كجامعة منبر حضاري نهيئ هؤلاء الشباب من أجل التخصصات المختلفة التي تساعد في النهوض في هذا الوطن، وأي مباراة رياضية مهمة جدا في هذه الأيام، خاصة للتواصل الاجتماعي والاحتكاك بين طلابنا من جميع الجامعات. تستمر البطولة لمدة 4 أيام، تتنافس الفرق المشاركة على اللقب بنظام الدوري. يعني أول مرة بنعملها بمحافظة حمص، وإن شاء الله راح تكون عنا هاي تجربة أولى، وإن شاء الله بصير عنا تجارب تانية. وهدف البطولة غير الهدف الرياضي، عنا هدف اجتماعي كان، وإن شاء الله نسعى فيه نحن وتكون نعمل فيه جو رائع والفي بين الطلاب. مشاركتنا هنا طلاب جامعة انتقيناهم ضمن دوري بدمشق، طلاب مسجلين بضمن الجامعة، حضرنا للبطولة، احنا يعني تخبرنا على البطولة قبل بشهر، فنحن بس غايتنا هي ان المشاركة ونكون انه نحن موجودين هون بالساحة، وبالاخص انه بمدينة مدينة حمص هي المستضيفة البطولة. مشاركتنا ما الهدف انه بطولة، هي الهدف انه نشوف وجوه جديدة ونتعرف على اخواننا بكل المحافظات، وهي رسالة رياضية، الرياضة محبة وسلام. جينا للبطولة لنشارك، لنأكد للعالم انه ما في شيء بحمص، وكلنا هون بلد وحدي وارض وحدي، وما في فرق بين محافظة ومحافظة، لان في الرياضة حياة، وحمص مدينة تعشق الحياة. وقيمت هذه البطولة للمرة الاولى فيها على امل استمرار النشاطات الرياضية في كافة انحاء سوريا.